انضم لينا عبر الهاتف لتفاصيل أكثر الأستاذة زكية رشاد، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة. برحب بحضرتك معنا أستاذة زكية، وعايزين نبدأ الكلام عن البرنامج التدريبي حول التثقيف المالي للسيدات بالبحيرة. أهلا بحضرتك أستاذة تمر. بصي بقى، إحنا عشان نشتغل ونرفع الوعي ونعمل تمكين اقتصادي، فكان لازم من حاجتين: نعمل دورات تثقيف مالي ودورات ريادة أعمال عشان يفهموا الحدوتة، عشان لما يجوا يعملوا المشروع. حقيقي إحنا نفذنا على أرض الواقع في خلال الشهور اللي فاتت 220 دورة تدريبية، كل دورة فيها 25 سيدة بإجمالي 7700 سيدة. تمام؟ عظيم جدا. عملنا دورات برضو لريادة الأعمال كان برضو المستهدف 18000 سيدة. طيب احنا بعد ما علمناهم يعملوا دورات تثقيف مالي وريادة أعمال، كان فاضل نشتغل عليه. وعملنا حصر لمحافظة البحيرة، وشفنا كل مركز الميزة النسبية اللي فيه ايه عشان نعمل صناعة قائمة عليه. حقيقي ابتدينا في مركزين، مركز كفر الدوار وكوم حمادة، عملنا مشغولات من النحاس، دخلنا اكسسوار من النحاس داخل في خيوط السوالة بابل، داخل في الحفر بال والتطريز بالخرز، زائد الحفر على الخرز. التعليم السيدات ويعني تدريبهم على هذه الحرفة أو المهنة من الألف للياء، ولا يعني أنتم يعني تم انتقاء السيدات اللي عندهم فكرة بالفعل عن الحرف دي؟ لا، من الألف للياء. عظيم يعني جدا. احنا بنعمل الدورات بالنوع هنشتغل في ايه، فاللي عنده استعداد بينضم لنا، وبيبقوا تقريبا ما عندهمش اي فكره على الشغل اللي احنا بنعمله، بس عندهم استعداد ان هم يتعلموا علشان حاسين ان ده باب رزق جديد لهم. حلو جدا جدا. يعني استاذه زكيه، يعني بيقدروا يوصلوا لكم ازاي؟ يعني دلوقتي لو في سيدات طبعا اخريات في محافظات اخرى، اولا يعني هيتم تعميم هذه المساله في احنا بنتكلم عن البحيره، بيوصلوا لكم ازاي المقرات؟ اول حاجه الحمد لله، يا رب الحمد لله، فرع البحيره منتشر في جميع القرى في محافظه البحيره من خلال الخدمات اللي احنا بنقدمها. يعني المجلس القومي للمرأة بيعمل جلسات الدوار. احنا في السنة اللي فاتت كان مستهدف عندنا 700000 سيدة، تم بالفعل بنلف وبنملى ثمارات وبنعمل استبيانات وبنقش عليهم بيتهم، بنقعد معاهم في الأرض وبنكلم الأسرة كلها. بنقعد عن طريق مين؟ ما هو ما ينفعش أنا كده أروح مخبطة عليكي وداخلة قاعدة معاكي. مظبوط. في جيش احنا عاملينه من الرائدات والمتطوعات، تم تدريبهم اكثر من دوره. الحقيقه الدكتوره مايا مرسي مهتميه جدا بالرائدات، وحتى سميناهم رائدات المجلس القومي للمراه. يتم تدريبهم على كل حاجه، فهي سهل ان هي رائده من القريه نفسها، فسهل قوي معروفه تدخل وتتكلم وتاخد وتدي، ويبقى في اريحيه في الحوار، تعرض خدمات المجلس، واللي عندها مشكله نحاول قد ما نقدر نحلها من خلال مكتب الشكاوي. فاحنا عندنا مكتب شكاوي فيه محامين، زائد المحامين المتطوعين بيرفعوا قضايا بالمجان للسيدات. طيب انا عايز اسال حضرتك عن نقطه مهمه جدا، التطبيق الرقمي الاول لسيدات القرى المستفيده من مبادره حياه كريمه في منظومه طبعا الادخار والاقراض، كلميني عن المستهدف من هذا التطبيق. ده كان حلو قوي، وابتديناه على مرحلتين. اول مرحله كنا بنعلم الستات ازاي تحوش عن طريق صندوق، اللي هي طريقه الجمعيه اللي اهالينا كانوا بيعملوها. الجمعيه فيها مثلا 15 سيده او 20 سيده يعرفوا بعض، يخشوا جمعيه واللي يقبض الاول والثاني. عملناها عن طريق صندوق واسهم. لما وصلنا وخلاص حفظوا الحدوته وابتدوا فعلا يحوشوا عن طريق الصندوق، قلنا لا نوصلهم بالبنك. وحقيقي تم فعلا تنفيذ مبادرة تحويشة في محافظة البحيرة في مركزي أبو حمص وكفر الدوار، وتم تدريب 12000 سيدة
دلوقتي تم الربط بينهم وبين البنوك والخدمات البنكية مباشرة الحمد لله، فده برضو بيسهل حاجات كتير قوي. أنا بشكر حضرتك جدا جدا على مجهوداتكم طبعا اللي حققتوها في البحيرة، وبشكر حضرتك على هذه المداخلة طبعا الأستاذة زكية رشاد مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، شكرا جزيلا لحضرتك.